شياش فينا انا احنا اللي بغينا اذا تمرينا فرحانه بزاف والاجواء غزاله تبارك الله، ويعني عملوا داكشي فوق الجهد ديالهم، عملوا عرس غزال وداكشي اللي كيتمنى اي وحده وكثر من اللي كتمنى. ويعني صراحه واخا كنت بغيت نعمل انا عرس منظم ما كنتش نقدر نعمل بحال هذا العرس الاسطوري تبارك الله ما شاء الله. كنشكرهم كاملين على المجهودات ديالهم، كنشكر لي زادمين ولي منبر وكل شيء، وبادر وهشام وخالد تبارك الله عليهم عملوا الواجب. اللي نقول له الله يخلي بيناتنا الحب دائما ونعيشوا دائما في حب وسعاده، وكنصح الناس يعني الحب الحقيقي ما كيكمل حتى كيكون الزواج والدوام، يعني اللي يعني كيبقى دائما معاك ومع بعضياتهم. اما الحب غير هكذا كيكون باقي ما كملش حتى كيكون الزواج والعرس بحال هكذا. الشعور ديالي اني كنحس بالفرحه مع الزوجه ديالي اللي تلاقينا وتعرفنا على طريق ركل العزاب المغاربه، وكنشكر كاع الجمهور اللي حاضرين والناس اللي تابعونا على شوف تي في، وكنوجه رسالتي للناس اللي باقي ما تزوجوا ان شاء الله يتوكلوا على الله وربي ان شاء الله يكون نيتو صافيه مع الله، ربي ما كيخيبوش. كما كتشوفوا اليوم كنحتفلوا بواحد العروسين اللي تعرفوا عندنا في المجموعه، حيت حنا عندنا مجموعه افتراضيه ملتقى العزاب قصد الزواج. والحمد لله اليوم كنعيشوا واحد الاجواء جميله وواحد الاجواء عائليه، انتقلنا من العالم الافتراضي وضعنا في الميدان واحد البصمه جميله. اننا نفرحوا عرسان تعاودنا في المجموعه وطرقوا باب المجموعه، واكيد كانت الطلب مقبول والحمد لله جينا من كل مدينه ومن كل مكان باش نتقاسموا ونشاركوا هذه الفرحه ديال هذ العروسين ديال احلى عرسان عادل ويسرى. والحمد لله العرس دايز في ظروف جميله، كاننا عائله وحده، وهذا شيء جميل وشيء مفرح اننا نشجعوا الشباب على الزواج ونعملوا ظاهره العزوف حد. وحنا الهدف ديالنا مثل هذا الاعراس هو اننا نبينوا للشباب بانه العلاقات الفيسبوكيه يمكن لها تنجح، وبانه الزواج راه الزواج الحلال راه ما صعبش بزاف، تيكون صعيب غير في الاول وتتكون صعيبه غير الفكره، وفاش تيخرج الحيز التطبيق ربي تيسخر وكتيسر الامور.